وحمانتا مغالدا مقدشة غارهانا اسبتالكا كالكالا فعيسا فرتي كردين كبلاو ديولو لها قلي مدى ددوينها عدرادا كودا عاكليها كادي مرينكا يوغريبا داوينتا علادها رقا يحقا ترنكا اسبتالكا وهري بلشادا وقوغبتي داوينتا عدرادا قودا إيو ودانها قيبتا غالي مدى نيف مرينكا إيو مسكحدا يسيدو كالي حانو ندا كاليه إي كودا عادنها اسبتالكا أيانا سيدو كالي قيبتا غرغاركا أدك دقاها بوكان جيفكا يوليبا بوكان سعودكا سوي نغشاقا يبلشادا وللهان أيانا وحا وكميديا هيا غربستاقا أبلشادا يوقن عنتو دا وحا ونا وللهان يوسعون دونا إلا يسكاريا تمنكا بيشا وحانا فلين دونا دكتار ريفيشا أوكاي ماضيها أو ودنكا إنديا وانا دكتاركا ودنكا إنديا لوغو أدي جري داوين تاعد رداسي حانونا داو داوين تودا دكتاركو إمادي دالكا أيانا وحا بلشدا يكوها يانا ديباتو ينبأنا أغاسمها إسبتالكا كالكالا قيبتا أفرتي جردين دكتور ليبانا محمود محمد أيانا كوار بحيو للهاني باللوضي يستدي بلشدا وقفا إدي سان لها يانا أغاسمها إسبتالكا كالكالا أفر درجينو ليبان محمد محمد وحن دافريا كامبينكي هادنا وسويسين كاسو داوينت يقلم ذا كليها يكاد مرينكا وحنا يميت دكتور رفيش أو رشاي ودن كهندية كنا تخصصي كليها يكاد مرينكا إلى الملان ترجع كاسو هراء أو برتين إنه يمادو حرونتا كالكال هوسبيتال مع رجينا يا إني كيف يديستان بلش ذا كل قن مقال ذا مقدشو ينا واحد دكتور رفيش أو دكتور كداوينت عند الرضا أكو دعا كليها كادي مرينكا يو إلادها ترنكا رقا أيانا وحا أو شيغي ينو ديار أو يهي ينو بلشادة صومالية دو أغو أديغو وحا أونا شيغيها إنو عذردان إيهينا كوها أغو بادان إيهليغاني أي دادكا صومالية دي لدباتين سيهين Thanks for giving an opportunity for me to talk here. I'm Dr. Ravish, a urologist from India. I do a lot of lasers, endourology and PCNLs. I have been coming to Somalia from past 9.5 years, and so the last 2 years I could not come because of my personal work, and now again I'm started coming back to Kalkal Hospital, which we started about 9 years back. And so we will try to do what all cases possible here which are complicated we can be done with the help of one or two urologists who are already here in Kalkal Hospital. And so I would like to request people who have a urological problem, come and consult. Surgically is the next alternative, but most of them can be solved medically also. And patients with infertility, erectile dysfunction, all these patients, I would like you to people come and see. I am here for the next 7 days here until 19th. I would request you people to come down here, have a consultancy with me. We'll see what can be done better for the improvement of your health and care. Thank you. I'll give it back to the medical director.